رح نروح لموضوع آخر، ومثل كل أسبوع بيكون ضيفنا حدا من أسرة كاريتاس الجمعية يلي تعنى بكل الأمور الاجتماعية والإنسانية. رح نروح لرولا مراد، رئيسة إقليم المتن الأعلى بكاريتاس لبنان. صباح الخير مدام. بونجور. لجميع المشاهدين بلبنان وبالخارج، صباح الخير لكل عائلة كاريتاس المتواجدة على كل الأراضي اللبنانية. ميرسي لك، بعرف العصفورة خبرتني بتتابعينا كل يوم وكتير انبسطت بس اقول لك انه انت معنا. اي اكيد نحن اكيد، كمان ان شاء الله الله يخليكي، نشوفك باينه من معنا ابتسامتك الحلوه يلي بتوزعيها على وتحيي كل، مشاهدينكم على طول. شكرا، بعرف من ابتسامتك الحلوه اللي عم بتوزعيها على كل اللي بيتعاطوا معك خاصه باقليم المتن الاعلى. خبرينا شوي عن نشاطاتكم. نحن اول شيء بالمتن الاعلى بدي شوي قلن للمشاهدين، اذا يعني بنحدد هن مناطق حمانه، شبانيه، مريم، فلوغه، قرناين، جوار الحوض، حصبيه، زبدين، القصيده، قرطاده، دير الحرف، دليبه، العربانيه، هالمناطق كلها كلها بنشتغل نحن وياها. نحن مركزنا بحمينا، نعم، وعلى طول نحن على تنسيق دايم مع كاهل الرعية بكل قرية، ومن هالمنطلق بيكون عندنا مندوبات ومندوبين بكل بيعة، وعلى هالأساس بالتنسيق مع الكاهن كل مندوبة بتدخل على كل البيوت المحتاجة والأكثر حاجة وبتشوف شو احتياجاتهم، ونحن كلها تتأمن عنا شهريا، عنا مساعدات تتأمن على كل القرى وكل المحتاجين من أدوية، من يعني شو بقولوا مساعدات مادية، من مواد غذائية وحصص غذائية. كل شهر كل شهر عنا يعني بحدود ال 100 حصة هلا عم نقدمها، جاكيتات، أدوية، حاجات خاصة للمسلمين، يعني سانيتايزر، كمامات بوقت كورونا. نعم. بعدين مثلا بكورونا كثير قدمنا مساعدات للي مضطر بده يعمل بي سي ار مش قادر، كنا على طول نقدم مساعدات يعني مادية نساعد، حتى عنا يعني مرضى بأمراض سرطانية على طول بنساعدها بمساعدات مادية. يعني كل تفضلي. كل شهر عنا مساعدات من كل الأشكال والألوان بتتقدم للناس يلي هن أكثر حاجة. اليوم شو المطلوب أكثر شيء؟ يعني الناس لشو بحاجة؟ لكل شيء بحاجة؟ يعني اليوم اكيد اكثر شيء بحاجه للدواء، للمواد الغذائيه، لكل شيء. عم نمر بظروف كثير صعبه وصار كل شيء الناس بتحتاج له، يعني ما بقى في شيء فينا نقول مش محتاج. صح. اكيد بده يحتاج، في الكوش، في حليب للاطفال، في البامبرز للاطفال، كله صار يعني اللي عم بيحتاجوه الناس، ما بقى في شيء فينا نقول هيدا بنقدر نطنش عنه. كل شيء غلي والظروف صارت اصعب. كل شيء غلي والظروف اصعب، والحمد لله كاريتاس وصدقيني لو بتشوفي عم يجينا كثير مساعدات من الخارج وحتى من ابناء المنطقه، لو بتشوفي يعني يمكن يلي شوي محتاج عم بيساعد قد ما عم بيامنوا بكاريتاس وعم بيشوفوا شفيفيه كاريتاس وشغل كاريتاس. صدقيني بتروح على صندوق، على لما بدنا الشباب يكونوا على الحواجز عم بي يعني بيطلبوا المساعدات الحملة في تجاوب، يلي نفسه قادر يشيل هال 5000 وهال 10000 من ايده عم بيشيلها وبيساعد فيها غيره. نحن بدنا نشكر شبيبة كاريتاس اللي بينوا كثير بالصور يلي بيساعدوكم. اكيد شبيبة كاريتاس على طول لهم نشاطات بالاعياد، بالشعنينه، باللي بيقدموا شموع، بيقدموا اغصان زيتون، باللي بيخدموا بالكنايس، بكل مناسبه لهم وجود، بعيد الام لهم وجود، على الطرقات على طول. يعني ان شاء الله هلا شوي تخف الكورونا وخف ليبلش نشاطنا يزيد اكثر واكثر. نحن بدنا نشكرك رولا مراد لك يعطيك العافيه، انت وكل فريق كاريتاس، رئيس اقليم المتن الاعلى التابع لكاريتاس لبنان. شكرا لك مدام مراد، يومك مبارك ودائما مع هالابتسامة الحلوة. مبارك. شكرا لك. نحن وياك